تعالى يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. يوم الغدير يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون كذلك والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى بدون الغدير. واقعة الغدير إحدى القضايا التاريخية الثابتة التي لا يعتري ثبوتها أي ريب أو شك. العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه، كما قرأت في بعض الكتب، صرف 40 عاما من عمره، 40 عام عمر، مو يوم ويومين، 40 عام من عمره صرفها وتحمل أنواع المحن والآلام والمشاق. سافر سفرات بعيدة إلى بلاد بعيدة لتأليف هذه الموسوعة الضخمة المباركة، موسوعة الغدير، التي تقع في أكثر من 10 مجلدات. وفي هذا الكتاب تناول قضية الغدير سندا ودلالة من أبعاد مختلفة بنفس طويل. واحد عندما يراجع الغدير يرى النفس الطويل الذي كان للعلامة الأميني، والصبر العجيب الذي كان له على التتبع والتحقيق والتنقيب والتدقيق والمطالع. الوالد رحمه الله كان ينقل أنه العلامة الأميني في أخريات أيام حياته ابتلي بانزلاق في العمود الفقري من كثرة ما جلس وطالع حول قضية الغدير. كتاب الغدير، موسوعة الغدير، كافية لإثبات واقعة الغدير سنداً ودلالة. عندما طبع كتاب الغدير، بعض الأفراد الذين يقال لهم علماء وليسوا بعلماء، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، من العلماء البعيدين عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، جاءوا إلى حاكم بغداد، مذكور من هو وتفاصيل القضية مذكورة الآن لا تحضرني، وقالوا له: هذا الكتاب جدا كتاب خطير، وهذا الكتاب يجب أن يحرق، ومؤلفه يجب أن يسجن أو يقتل. حاكم في ذاك الوقت في بغداد قال: جيبوا لي الكتاب حتى أشوفه، لا نحكم على غائب. جابوا له موسوعة الغدير، طالع الكتاب، تصفحه، ومضت مدة وهم ينتظرون الجواب وهو لا يجيب، إلى أن ما تمكنوا أن يسكتوا، فقالوا للحاكم: ما هو الجواب؟ الحاكم قال لهم: أنا حاضر أفعل كل ما تقولون، أنا حاضر أحرق كتاب الغدير، حاضر أسجن العلامة الأميني،
حاضر أقتل العلامة الأميني ولكن بشرط واحد. الشرط؟ قالوا تفضل. قال الشرط هو أنه جميع الموسوعات الحديثية التي عندكم والتفسيرية والتاريخية والروائية كلها أحرقها مع الغدير. قالوا له وكيف؟ قال لأن الغدير لم يأتي بشيء من نفسه، كل معتمد على هذه الكتب. أنتوا راجعوا الغدير، أئمة المفسرين عندما يأتون إلى آية اليوم أكملت لكم دينكم يضطرون إلى تناول قضية الغدير. أئمة المحدثين ومنهم مسلم في صحيحه عندما يأتون إلى واقعة الغدير يضطرون إلى تناول قضية الغدير. أئمة المؤرخين، تاريخ، تاريخ يجب أن يعكس الحقائق التاريخية حتى المتواضعة، فكيف بقضية في هذا الحجم الكبير عندما يأتون يتناولون حديث الغدير وواقعة الغدير باعتبارها واقعة تاريخية. اللغويون عندما يأتون إلى اللغة، ومنهم ابن منظور الإفريقي وغيره، هؤلاء كلهم مكتوبون في الغدير واحد واحد. أئمة الحديث، أئمة المفسرين، أئمة المؤرخين، أئمة اللغويين، واحد واحد مكتوب. عندما يأتون إلى مادة خم أو ما أشبه ذلك يضطرون إلى تناول هذا الحديث. إذا كتاب الغدير يجب أن يحرق، جميع هذه الكتب يجب أن تحرق. صحيح مسلم يجب أن يحرق، لأن صحيح مسلم يحتوي على حديث الغدير. تفسير الفخر الرازي يجب أن يحرق، لأن تفسير الفخر الرازي يحتوي على حديث الغدير. لسان العرب يجب أن يحرق، لأنه يحتوي على هذا الحديث. مسند أحمد بن حنبل يجب أن يحرق، لأنه يحتوي على هذا الحديث. ماذا يقول؟ فسكت.